السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. سوي لا بيانفوني. اللي حب يوصل له جديدنا ما عليه غير الاشتراك وتفعيل الجرس. راح نشوفوا اليوم جاتو البنيون. نبداو على بركة الله، بسم الله. بالنسبة للمقادير عندي بسكوي بيمو رحيتو، دونك بسكوي مولي. هنا راح نعطيكم الباكي تاعي اللي استعملته. عندنا ايضا 100 غرام مارغرين ذايبه، 100 غرام دو مارغرين فوندو كما راكم تشوفوا. وعندنا زوج ملاعق كبيره كاكاو اسود، 2 كويره سوب دو كاكاو نوار. وعندنا 150 غرام نوا د كوكو، 150 غرام دو نوا د كوكو، و لي كونسونتري حليب مركز. راح نبداو هنا بسم الله. نحط البسكوين تاعي، ونضيف له الزبده الذائبه تاعي، ونحاول نخلط مليح حتى ندخل هذيك الزبده في البسكوين. يلفو بيان ميلونجي. بعد ما خلطنا مليح البسكوين تاعنا مع الزبده، راح نضيف له زوج ملاعق كبيره تاع الكاكاو تاعي. اون راجوت لو كاكاو اي اون ميلونج بيان انكور اون فوا. هنا راح نضيفو النوا د كوكو تاعنا، اون راجوت لي نوا د كوكو. اي اون ميلونج بيان، خلطو مليح مليح. نضيف النسلي نتاعي بشويه حتى نتحصلوا على اون بات. انا بالنسبه للكميه هنا عندي راني استعملت نصف العلبه، بخاسك 200 غرام. دونك جو راجوت لو لي كونسونطري جوسكا اون اوبتيان اون بات باردون. لا كونتيتي موا جي في لا موتيي دو ما بوات كي بخاسك 200 غرام. البنيون تاعنا راه ساهل وبنين، الريحة راهي تشهي، ريحتو تسخف. بالنسبة لي شتي ولا نوا د كوكو، شتي الكاكاو، نستلي بانت لي لعبات كل نحبوها. هنا راح نشكل دي بول، جو فورم دي بول كريات هكذا، ونحطهم في الصحن تاعي. نكمل لا كونتيتي اللي عندي، هاد الكمية راهي عطاتني 29 حبة. بالنسبة للحبات اللي عندي راهي متوسطة الحجم، تقدروا تضاعفوا بطبيعة الحال. تستعملوا علبة نيستلي أو حليب ماكس كاملة. بور سيت كونتيتي جاي يو 29 pièces. Vous pouvez doubler la quantité, surtout si on a les enfants. Ils aiment ce genre de gâteau, c'est comme des bonbons. Les عندهم الاولاد الصغار راح يحبوا الجاتو هذا لانه يشبه للشوكولا الحلوة. هنا راح نغطيه بالبابي فيل، لما نضغطش عليه مجرد ما نغطيه برك، ونحطه في الثلاجة باه يحكم لافورم تاعو. جو لو ماتر او ريفريجيراتور. بالنسبة للتزيين تاعي راح نستعمل شوكولا، استعملت هنا فيجيكا شوكولا هنا بالحليب، ما استعملتش نواخ. وعندي شوكولا بيضة، شوكولا بلون. على لي كاكاوات الكاوكاو مرحي شويه خشين، وعندنا الورد، ورد شايح لي فلوغ سيشي. بالنسبه للشيكولا البيضاء ما تضيفوا لها حتى حاجه، سينو تولي لكم عجينه. دونك يلفو ريان راجوتي او شوكولا بلون. عاده في الشيكولا الكحله انا نضيف لها الماء ولا الزيت ولا الحليب، في الحاله هذه ما ضفت لهاش لانه راهي ديجا خفيفه.
دونك il faut rien rajouter pour moi comme ici je n'ai rien rajouté ni au chocolat blanc ni noir. هذه هي الشوكولاتة تاعنا. بالنسبة اللي ما عندوش لاغري هذيك تاع الحديد باش تقطروا فيها الكاطو تاعكم، راح تستعملوا البلاستيك تاع اللي نستعملوه حنا في الميد تاعنا، نحطوه فوق الميد، راح تحطوا فيه وما عنده ما يصرى لها. هنا ني جبت الكعبات تاعي كيما راكم تشوفوا، راهم حكموا القوام تاعهم بور مي بول فو فايي كي سون دور ميو كافون، تلاحظوا باللي راهم حكموا القوام تاعهم. راح نحط مباشره في الشوكولا البيضاء، نغطس ونجبد، نغطس ونجبد بهذه الطريقه، ونحطها فوق هنا نفس الطريقه، كمل هكذا، نحطش الحبيبات تاعي نشرح ندير. راح نحط فوقهم الورد تاعي، وريدات ورقات فقط للتزيين، شوي مات دي فلور سيشي بور لا ديكو. غير اللي راهو داير حالة على صفحات الفيسبوك تيبو شوكولا نوار، تحطو في الاخر تاعكم في الشوكولا البيضاء، فو ميتي un pot de chocolat noir sur le chocolat blanc. Hakva. هنا راح نضيف كمية مليحة من الكاوكاو في الشوكولا ونزيد الكاطو تاعي. Donc je vais ajouter une bonne quantité de cacahuètes. انا جاتو فخوا هاو اماكم كيما راكم تشوفوا فيه. بالنسبه للتزيين انا اخترت درت شوكولا بلون، درت فوق الورد، ان شاء الله حياتنا ديما تكون ورد، ربي يزين ايامكم ويهز علينا هذا الوباء. وهذا درتهم بالشوكولا كيما شفتوا مع الكاوكاو، وحبيت على شكل في فيريرو روشي. وعندنا هذا الشكل نتاع المغبغي، حبيت نشارككم اليوم نعطيكم كيفاه يخدموا هذا المغبغي. نتمنى تجربوه وبإذن الله ماكمش راح تندموا عليه. صدقوني كي تاكلوه وين تاكلي وين تزيدي تستبني وما تحبيش تحبسي. Je vous conseille de le faire, de le réessayer. Vraiment, c'est un délice. بالصحة والهنا.